one and only. Aye aye. Bichare munde ya di dilla di tu qatil. Bakhad mainu kive jaavengi tu father. Dab de tu gas ni mile a bit harder, yo. I'm a rider. اوكي شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا شباب؟ ان شاء الله بخير. ياكم سيد حسين، انا ما بقول التعلم على الايفون. شكرا شكرا يا شباب على وصولنا الالفين مشترك. هذا طبعا الشيء يا شباب بفضل الله ثم فضلكم، يعني صراحة شكرا شكرا لكم لانكم وصلتوني الالفين مشترك. طبعا دائما مثل ما عودتكم ان كل الف عندي giveaways او giveaway. الالف يوم وصلت الف مشترك سويت giveaway على $5 ايتونز الستور الامريكي. عاد هذه المرة راح اسوي giveaway على $10، ومو شرط تكون بطاقة ايتونز، سواء كانت جوجل بلاي، بلاي ستيشن، ايتونز، امازون، باي بال، اي باي، اللي انت تبيه. زين، اللي انت تبيه وتحتاجه، البطاقة اللي انت تحتاجها. بس شلون يعني؟ انا ما يعني شلون اقول لك، يعني ان الجيفاوي بيكون عبارة عن ان انا اسحب، واذا سحبت الفائز في هذا الجيفاوي وهو اللي يختار البطاقة اللي يبيها عشان انا اروح اعطيها وياه هدية. طبعا الشروط، اول شيء انك لازم تحط لايك على المقطع. زين، لازم تحط لايك على هذا المقطع وتشترك في القناة اذا كنت مو مشترك، وتفعل زر الجرس حق يصلك كل جديد. اوكي، هذه لين الشرطين، اهم شرطين. ونجي للشرط الثالث بعد مهم، تسوي شير للمقطع. طبعا شباب اللي ما بيسوي هذه الشروط ما راح يربح، لان انا عندي برنامج اقدر اشوف من اللي حط لايك ومن اللي ما حط لايك وسوى اشتراك، عرفتون؟ ف اذا انت ما سويت شرط من هذه الشروط انت ما راح تفوز في الجيفاوي. واهم شيء اهم شيء اهم شيء اهم شيء اهم شيء في هذه الشروط كلها انك تكتب تعليق حلو، زائد يعني من ضمن هذا التعليق تكتب حسابك في الانستغرام. في الانستغرام ضروري انك تكتب حسابك في الانستغرام، واذا ما كان عندك حساب في الانستغرام انا ما اقدر اتواصل اياك بطريقة غير. وعلى طار الانستغرام شباب، رابط الانستغرام مالي تحت في الوصف، اتمنى تجون تشتركون او تسوون فيه فولو، لانه طبعا انزل فيه ستوريات ويومياتي، وساعات انزل فيه جلد ببجي، ويعني محتوى تشوفه شلون اقول لك، يعني محتوى قبل ما انزله في القناة، يعني انزل فيديوهات هني قبل ما انزلهم في القناة. فيا شباب تاريخ السحب راح يكون 1/7/2019، يعني عندكم اسبوعين الى 3 اسابيع تقريبا. اتمنى الحظ للجميع. وصلنا للختام، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وكومنت شير. شكرا على تفاعلكم المستمر، وبس يا شباب مع السلامة.